أهلا بيكم في برنامج إزاي تعمل فلوس. تعرف إن ممكن الحياة تجبرك إنك تعمل فلوس، والغريب إنك ممكن تكون مش عايز، أو بمعنى أصح مش فاهم. زي قصة واحد اسمه واليس جونسون، كان بيشتغل في ورشة أخشاب من وهو صغير، واتجوز وخلف وقعد يشتغل في ورشة الأخشاب لحد ما وصل سنه لأربعين سنة. وهنا تحصل المفاجأة، يطردوه من ورشة الأخشاب اللي قضى معظم عمره فيها، انطرد من الشغلة الوحيدة اللي تعلمها في حياته واشتغلها لحد ما وصل 40 سنة، وما يعرفش يشتغل شغلة تانية غيرها. انطرد وهو عنده بيت وعنده أولاد وهو المسؤول عنهم، ودي مشكلة ممكن تحصل أو حصلت بالفعل لناس كتيرة. بس الصدمة بتكون صعبة في الأول وبتاخد وقت، وبعدها بتعدي، وده اللي حصل لواليس. خد وقته من الصدمة، وبعدها قام من صدمته يشوف هيعمل إيه. فكر ولقى إنه ما عندوش حاجة يملكها غير البيت اللي عايش فيه. فكر يبيعه، لكن هيعيش فين؟ وفي الآخر لقى إن الحل الأفضل إنه يرهن بيته، وفعلاً رهن البيت وأخد فلوس الرهن وبنى بيتين صغيرين. وكان تصميم البيتين مميز، علشان كده جاله ناس كتيرة عايزة تشتري البيتين، وفعلاً باع البيتين بمبلغ كويس وفك رهن بيته. وبسبب التصميم المميز للبيتين جاله عروض كتيرة من مقاولين علشان يشتغلوا معاه ويبني ليهم بيوت بتصميم مميز. لما وصل سن 45 سنة، يعني بعد 5 سنين من طرده، بقى متخصص في أنه يبني بيوت، وكسب فلوس كتيرة جداً، وزادت مشاريعه وحقق ثروة بالملايين. بعد كده بنى أول فندق خاص بيه وسماه هوليداي إن، من أشهر الفنادق اللي موجودة في كل بلاد العالم. وبقى واليس غني، وقال مقولته الشهيرة إنه نفسه يعرف مكان مديره اللي طرده من ورشة النجارة علشان يروح يقدم له ورد ويشكره على إنه طرده. الظروف اللي ممكن تجبرك إنك تبقى غني، فأقبل بأي ظروف تتحط فيها، لأنها ممكن تبقى سبب إنك تغير حياتك وتبقى غني، بس بشرط إنك ما تستسلمش وتخلق الفرص وتجتهد وتتعب لحد ما تنجح. كتير من الناس عايزين يعملوا فلوس، ولو سألت معاك فلوس علشان تبتدي يقول لأ. طب عندك فكرة مشروع؟ يقول لأ. طب عايز تعمل إيه؟ يقول عايز أكسب فلوس وبس. طب إزاي عايز تبقى غني من غير فكرة، من غير مشروع، من غير مجهود، من غير خطة، من غير حلم ولا هدف؟ وللأسف دي أسباب الفقر. القرارات المالية والفرص اللي ممكن تعمل منها الفلوس لازم تبقى مستعدلها علشان تعرف تستغلها. وأول حاجة إنك تظبط فكرك إنه يكون مستعد إنك تكون غني. فكر إزاي تبقى غني. تابعنا علشان تعرف أكتر معانا. معاكو أيمن ياسين في برنامج إزاي تعمل فلوس. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل موضوعنا. معظمنا أكيد سأل نفسه أسئلة، زي الأسئلة مثلاً إزاي أبقى غني؟ إزاي أجيب فلوس؟ إزاي أحسن مستوى معيشتي؟ طيب لو سألت نفسك الأسئلة دي عملت إيه؟ أنت شايف إنك مستعد إنك تكون غني؟ طب ليه في ناس بسهولة بتعمل فلوس، وفي ناس بتتعب عشان بالعافية يكفي نفسها ولو قدرت؟ الكاتب بول ماكينة في كتابه أستطيع أن أجعلك غنياً، من الكتب اللي حققت مبيعات عالية جداً، قال لنا أنت مفكر إن اللي بيعمل فلوس ده ذكي أو بيشتغل كتير أو إنه محظوظ؟ للأسف ولا حاجة من دي. أمال إيه؟ قال لنا اللي بيعرف يعمل فلوس بيفكر ويتصرف بطريقة مختلفة. تفكيرك هو اللي هيخلي دماغك تشتغل وتخليك تخطط، يا إما تبقى غني يا إما تبقى فقير. لأن أنت لو زودت تفكيرك الإيجابي في الفلوس، ده هينعكس على شعورك وعواطفك، وهتلاقي نفسك بتفكر وتتصرف في اتجاه إنك تعمل فلوس. لكن لو تفكيرك ومعتقداتك كانت سلبية هتفضل فقير. يعني على سبيل المثال، إحنا في أزمة اقتصادية والأسعار بتزيد، ممكن يكون عندك تفكير سلبي وتشوف إن ده حاجة صعبة لأن الأسعار زادت عليك كمستهلك. أنت وجهت تفكيرك للمشكلة وإزاي هتدير وتدبر مصاريفك،
واحد تاني فكر إن في ظل الأزمة دي إنه لازم يشوف طريقة يزود بيها دخله، إزاي يستغل الفرص اللي بتبقى موجودة في الأزمات، ووجه تفكيره إزاي يستثمر ويعمل مشروع. يعني هنا واحد وجه تفكيره إنه يفكر في زيادة الأسعار وركز على المشاكل، وواحد تاني وجه تفكيره إنه يزود دخله وركز على الحلول. طب تفكيرك ده بيجي إزاي؟ لما بنتولد بيكون عقلنا عبارة عن صندوق كبير وفاضي، وبيبتدي عقلنا يجمع المعلومات واللي غالباً بنورثها من اللي قبلنا، وممكن تكون غلط. في الأول بيكون العقل لسه ما قدرش يتحكم فيك، لكنه بيجمع المعلومات لحد ما يجي الوقت اللي عقلك يبتدي يوجهك، بس هيستدعي المعلومات اللي انت دخلتها له ويبتدي يوجهك. فلو انت دخلت لعقلك معتقدات وأفكار سلبية زي إنك فقير وعمرك ما هتبقى غني ومش هتعرف تعمل فلوس وغير من المعوقات اللي ممكن تدخلها لدماغك، فعقلك هيقولك كل الأفكار اللي بتدور حوالين المعوقات اللي انت سجنته فيها، وهتقابل كل اللي انت دخلته لعقلك وصدقته. لكن لو انت دخلت لعقلك أفكار إيجابية زي إنك تستحق إنك تكون غني وإنك ممكن تعمل فلوس وإن أي مشكلة بيكون فيها فرص، عقلك هيشتغل يدور على الفرص اللي تخليك تبقى غني. يعني انت اللي بتوجه عقلك انه يفكر في المشاكل، او انك توجه عقلك انه يفكر في الحلول. هنا بيجي واحد اسمه براين تريسي في كتابه كيف تصبح ثريا بطريقتك الخاصه، وقال ان معظم الاغنياء عصاميون وبنوا نفسهم من الصفر، وانهم استغلوا قدراتهم واستغلوا الفرص، وانك لو قدرت تعمل اللي عملوه الاغنياء هتبقى غني وهتنجح. ومش معجزة إنك تبقى غني، وده مش حظ ولا صدفة، لكن بكل بساطة ده بيرجع لقانون السبب والنتيجة. فلو أخدت بالأسباب هتحصد النتيجة، وامتلاك الرغبة إنك تبقى غني هتخلي عندك حماس وطاقة هتساعدك إنك توصل لحلمك. وإذا استمريت تعمل اللي أنت بتعمله فما تتفاجئش، لأن النتيجة اللي هتوصل لها هي اللي أنت دايماً بتوصل لها. يبقى علشان تاخد نتيجة مختلفة لازم تغير اللي انت بتعمله واللي موصلكش للغنى. السبب الرئيسي انك مش غني هو قرارك، لانك لو قررت وبذلت مجهود وما استسلمتش اكيد هتبقى غني. دايما بتسأل نفسك ليه في ناس بتقدر تعمل فلوس وفي ناس مش عارفة تعمل فلوس. الكاتب براين تريسي قال لنا ان اسباب انك ما تعملش فلوس هي: أول حاجة البيئة المحيطة. أكيد أي حد اتولد في أسرة غنية فرصته أكبر إنه يبقى غني من أي واحد اتولد في أسرة فقيرة، علشان كده اللي اتولد في أسرة فقيرة بيحط قدامه عائق كبير إنه صعب يبقى غني لأنه اتولد في أسرة فقيرة، وده غلط. تاني حاجة كمان عدم السعي لتحقيق الثراء من ضمن الأسباب إنك ما تبقاش غني، إنك ما خدتش قرارك أو قرارات تخليك غني علشان مش عايز تبذل مجهود وبتتمنى انك تبقى غني من غير مجهود. تالت حاجة كمان من الأسباب انك ما تبقاش غني التسويف. أكتر حاجة معظم الناس بتعملها انها تأجل عمل اليوم إلى الغد، ولازم يبقى في حجج ومبررات. رابع حاجة كمان من الأسباب الدافع النفسي عند الغالبية. طبعا لما يجي لك فلوس بتدور إزاي تصرفها وعمرك ما فكرت إزاي تستثمرها. الأهواء النفسية ورغبتك في الصرف بتمنعك إنك تبقى غني، وطبعاً ما بتسكتش إلا لما الفلوس اللي معاك بتخلص. خامس حاجة عدم التخطيط. بتقضي كل يوم بيومه، ولو خططت يوم بيكون بالعافية وعلى المدى القصير، ومفيش تخطيط على المدى الطويل. كمان عدم وجود رؤية. مفيش تخطيط طويل المدى يبقى مفيش رؤية ولا هدف، ومفيش سعي علشان تحقق الهدف، ومش هتبقى غني. زي ما تريسي قال لنا في كتابه ووضح لنا أسباب إنك ما تبقاش غني، وضح لنا برضو إزاي تبقى غني، وقال إنك دايماً بتسأل نفسك سؤال: إزاي أبقى غني؟ إزاي أعمل فلوس؟ أنت لما بتبقى واثق في نفسك وحاسس إن ممكن تبقى غني هيأثر على طريقة تفكيرك، وهيزود إيمانك بنفسك، وهيساعدك إنك تحقق الهدف وتبقى غني. ومن المبادئ المهمة اللي لازم تاخدها بعين الاعتبار مبدأ الزراعة والحصاد. أي شيء هتزرعه هتحصده،
فبالتالي هنا لابد تعرف أنت بتزرع إيه وهتحصد إيه. فكر كمان زي ما الأغنياء بيفكروا، كل الأغنياء بيفكروا إن معاهم فلوس ويعرفوا يعملوا فلوس ويعرفوا ينجحوا. ولازم تعمل أو تشتغل بجد، لازم تشتغل وتتعب لحد ما تحقق النجاح. كمان أتقن عملك، لازم تعمل شغلك كويس علشان تنجح. كتاب كيف تصبح ثرياً بطريقتك الخاصة قال لنا لازم تاخد خطوات علشان تبقى غني. خطوات تحقق الثراء زي إيه؟ زي الرغبة في الثراء. لازم يكون عندك رغبة ملحة إنك تبقى غني. كمان لازم تاخد القرار اللي بعد الرغبة، لازم يكون في قرار عملي وتصبر وما تستعجلش. ولازم تتحدى العقبات اللي هتواجهها. خلينا أقولك الكتب اللي بنركز عليها ممكن كتير مننا يعتبرها كلام نظري، لكنها مهمة لأنها بتأهلنا نفسياً وعقلياً علشان نكون أغنياء. بس في برنامجنا إزاي تعمل فلوس هنحاول نكمل اللي الكتب ما عملتوش، هنحاول نقدم لك الجزء العملي. هتلاقي معانا قصص حقيقية من مصر إزاي نجحت، هتلاقي معانا مؤسسات تمويلية هتمول لك مشروع، وهنعلمك إزاي تنفذ مشروعك، وفي بعض الأحيان هنعرض عليك بعض الفرص اللي ممكن تستغلها علشان تحقق حلمك. تابعونا بعد الفاصل مع الدكتورة مروة خضير في فقرة يلا نساعد. فاصل وهنستناكم. مروة خضير رائدة أعمال، بيزنس كوتش ومدربة في مجال ريادة الأعمال والثراء المالي، متحدثة تحفيزية، مؤسسة لشركة متخصصة في استشارات الموارد البشرية وريادة الأعمال، تمكنت خلالها من تدريب أكثر من 10,000 رائد أعمال ومن مؤسسي الشركات وقيادات المؤسسات لتأسيس وتطوير بيزنس مربح ومميز. ورجعنا لكم وبنرحب بيكم وبنرحب بضيفتنا دكتورة مروة خضير. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. حضرتك بيزنس كوتش ومدربة للثراء المالي والبيزنس، وبنرحب بيكي في برنامجنا وفي فقرة يلا نساعد. حضرتك جاهزة نبتدي؟ يلا بينا. يلا نساعد. حضرتك أنا لما شفت التايتل بصراحة عايز أفهم يعني إيه الثراء المالي وبيزنس كوتش في الثراء المالي والبيزنس؟ طيب خليني الأول أتكلم على فكرة الثراء المالي. أنا بعتبرها نتيجة، يعني مفيش حد ثري مالياً غير إن ده نتيجة أو انعكاس للحالة الداخلية اللي موجودة عند أي شخص. فلو شخص ثري في وجهة نظره، ثري في أفكاره، ثري في رؤيته للحياة، فالشخص ده النتيجة الطبيعية هتكون إن هو ثري مالياً. يعني الثراء مش مالي لكنه معنوي زي ما حضرتك بتقولي كده؟ هو ثراء فكر. فكر. لأن ممكن يبقى عندك أفكار كتير قوي بس أنت مش قادر تطلعها للنور أو ما بتاخدش أكشن ناحيتها عشان أنت شايف إن السوق وحش، في حاجة مش كويسة، فأنت مش هيحصل الثراء المالي. الثراء المالي هو النتيجة لكل ما تشعر به وكل ما بتفكر فيه وكل ما بتشوف وكل نظرتك للحياة. الثراء المالي هو حالة. يعني دلوقتي ممكن يختلف وجهة النظر دي من شخص للتاني، أو الفكر ده ممكن يختلف من شخص للتاني؟ يعني حد يبقى ثري وحد فقير بس ده فكرياً؟ طبعاً، بدليل إن بيبقى فيه نسبة أثرياء كتير جداً وبعد كده بينهار البيزنس بتاعهم، وفي ناس أو بينهار المستوى بيوصلوا لمرحلة من الفقر أو whatever، وفي ناس تانية بتكون فقير ولكن هو ثري فكرياً. هو فعلاً لأن في ناس بتفلس وهي بتبقى أغنية وبترجع تاني تبقى أغنية، وفي ناس ما بتعرفش ترجع تاني، فيعني ممكن يبقى غني ومولود غني ويفلس بس ما يعرفش يرجع تاني غني. وممكن واحد فقير ممكن يبقى غني وبعدين يفلس يرجع تاني غني، فده فعلا يبقى يرجع لفكره في الثراء المالي، صح؟ ده حقيقي. بس خليني اقول لك حاجه، هو الغني اللي بيفلس هو اكثر يعني مستعد اكتر ان هو يكون غني اسرع من الشخص الفقير، وده لان احنا بيبقى عندنا في مخ كل انسان داتا بانك كده او ميموري بتاعته، الذاكره فيها ذاكره غنى
يعني أنا من أسرة متوسطة، فلما طلعت الشخص اللي كان غني وأفلس أسرع مني. ليه؟ لأن هو الذاكرة بتاعته متخزن فيها كل المشاعر الخاصة بالغنى، لكن الشخص اللي بيبقى من فقير لغني بياخد وقت، ممكن ياخد وقت أطول عن الشخص العادي. تقصدي إن الغني أوريدي بنى جوه دماغه أو مخه إن هو غني ويقدر يبقى غني، وشاف أسرة بتتعامل مع المال إزاي، وشاف في ميموريز أوريدي متخزنة عنده تساعده إن هو يبني أو يرجع تاني. الشخص الفقير هو الميموري بتاعته مش مصدقة ده، فلسه بيبني ميموريز. فأنا في رأيي الشخصي إن الشخص اللي بيبقى غني وحتى لما بيقع، وفي نماذج كتيرة جدا موجودة، طلع بسهولة عن الشخص اللي كان فقير وبدأ يطلع تاني. طب إزاي مثلا أنا يعني بعد سمعت الكلام ده من حضرتك، أنا عايز طبعا يبقى فكري سري، إزاي أحافظ على فكري إنه يبقى سري ما بقاش فكري فقير؟ حاجات كتيرة، منها إن أنا أول حاجة أحفز عندي التخيل. في ناس ما بتسألها بيقول أنا ما بعرفش أتخيل. ليه؟ لأن هو دايما طريقة التفكير بتاعته رايحة للمنطق اللوجيك. ولكن من الحاجات المهمة جدا لما ببدأ أفكر وأتخيل، حتى كمان من التمارين المهمة جدا اللي بنقولها، افتح البينترست، افتح جوجل وابدأ اتفرج على صور وغمض عينيك، تخيل، خلي مخك يتخيل، وحفز عنده إن هو يبدأ يحفظ. بمجرد ما المخ بيبدأ يعمل ده مرة اتنين تلاتة، بيبدأ خلاص التخيل عندي دي عضلة. فدي من الحاجات المهمة جدا إن الشخص يقدر يتخيل، لأن كتير إحنا حصل لنا برمجة من وانا صغيرة، ما تحلميش، احلم على قدك، شوف مش عارفة مين، اعمل إيه. يعني الكلام ده حقيقي فعلا؟ آه طبعا. بيأثر؟ طبعا. يعني لو أنا فكرت بالطريقة دي يبقى خلاص أنا كده ممكن أبقى دي حاجة. دي حاجة، لكن البيئة عليها عامل كبير جدا. وريني الناس اللي أنت بتقعد معاها، أقدر أقول لك نسبة الشخص ده يوصل للثراء في قد إيه. فالناس اللي بتقعد معاها، الناس اللي بتتكلم معاها، الناس اللي بتتحاور معاها، هنا الثري مش ثري حد معاه موبايل ليتست فيرجن أو عربية، مش، لا، هو ثري في فكره. ممكن تقعد مع شخص بالشكل ده وعنده كل حاجة، ولكن هو بيتكلم هو مش شايف أي حاجة من دي قدامه. بس أنا لو اتكلمت مع أي حد وقلت له إن أنت لازم تتخيل إنك تبقى غني، يعني هيقول لي ده مش واقع، الكلام ده مش حقيقة، إزاي نخلي ده حقيقة؟ حلو قوي. أنت محتاج الأول تشوف نفسك في الصورة دي، لسبب طول ما أنا مش عارف أتخيل أو أشوف نفسي في أي صورة، فأنا كل موقف بعمله أو كل تصرف أنا بعمله، بس أنا مخي بيقول لي أنا مش مصدقة اللي أنا بعمله ده. زي انا بقى قاعده قدامك هنا نفسي لو انا مش مصدق، اه طبعا، وبعمل الحاجه دي وانا عارفه ان هي مش هتجيب نتيجه، فانا بعملها ارضاء لايمن، بعملها ارضاء لمروه، بعملها ارضاء لهو ايفر، بس انا ما بتحرك، انا ما بعملش حاجه فعليا. انا كل فكري وكل، انا عارفه ان دي محاوله فاشله. فتخيل نفسك كده وانت داخل امتحان بتقول انا عارف ان انا كده كده مش ناجح، فانا حفزت نفسي لحاجه معينه، فيا بوزيتيف يا نيجاتيف قدرت. لأن إحنا كبشر ما عندنا الخيال بتاعنا limitless، فكل ما سمحت لنفسي إن أنا أتخيل أكتر، وكل ما سمحت لنفسي إن أنا أشوف نفسي في حاجة، سلوكياتي هتتغير، طريقة تفكيري هتتغير. طبعاً دي حاجة من ضمن الحاجات، لكن من الحاجات المهمة برضو شوف نفسك في حياتك وإنت بتبص كل يوم، إنت فين قافل على نفسك وحاسس إن ما عندكش options في الحياة. تقصدي إن أنا لو شايف إن في مشاكل مقابلاني ومش عارف أحلها، ده من جوايا مش دي الحقيقة؟ يعني ما هو ما فيش حاجة ليها حل واحد أكيد. يس، ياما ناس كتير جدا بتلاقيهم قاعدين مكملة مثلا في علاقة وهي عارفة أن العلاقة دي مش صح، عارفة أن العلاقة دي مؤذية ليها، لكن هي مكملة أصلا ما عنديش اختيار تاني. فهل تتوقع أن الشخص ده ممكن يكون ثري؟ هي ليها حسابات كتيرة. هو هتلاقيه وهو ده جزء من طاقته رايحة في الجزء ده، جزء من، ودي ده نمط سلوكي. فالشخص اللي شايف أنه ما عندوش غير الحل ده، هتلاقيه شايف برضو في شغله هو مفيش غير الحل ده، وهتلاقيه لما بيتحرك في حاجة تانية مفيش غير الحل ده، لأن هو أصبح قافل على نفسه، كأنه حط نفسه في أوضة وقفل على نفسه في مفتاح بره، في كل حاجة بيفكر بيها شايف إن مفيش غير الحل ده، مع إنه كل حاجة ليها مليون حل. بس ده ممكن تبقى طبيعة أكتر ما هي علم، ولا هو ممكن برمجة. يغير طبيعته؟ برمجة. نشأت على ده يا ابني، كلنا بنعمل كذا في حياتنا، يا ابني كلنا بنجيب كذا، يا ابني كلنا شغلنا كذا، فانت نشأت على ده فاستمريت عليه، فما حاولتش بس ان انا اسال نفسي او اعمل لنفسي القصه بتاعتي، انا مشيت على القصه وكملت فيها وكان ده الحل الوحيد. حاجات موروثه احنا ورثناها
ومشينا عليه، ممكن تكون مغلوطة ومجتمعية، جزء منها كبير أو مجتمع، زي مثلا سيدات الأعمال ما ينفعش إن هم يتقلدوا مناصب معينة مش عارفة إيه، فكل دي حاجات بتأثر علينا وبتحط لنا بلاتو، كان هو ده السقف بتاعي مش هقدر أنا أطلع عنه. لكن فكرة الثراء نفسها هي إن أنا أكون عندي شايف إن في مساحات متاحة ليا، شايف إن في ناس كتيرة جدا وأنا بشتغل معاهم ألاقيها بتقولي أصل الفكرة دي مليون حد عملها، ده في حد ذاته حد ده ما عندوش ثراء، قفلت التفكير. طيب لو قلنا العكس، لو إحنا عايزين نفتح مدارج الناس والتفكير، يعني أنا مثلا إحنا برنامجنا اسمه إزاي تعمل فلوس، كل الناس نفسها تعمل فلوس، بس عشان حد نقول له ان انت عشان تعمل فلوس ده لازم يبقى فكرك هو اللي ممكن يحطك على الطريق عشان تقدر تعمل فلوس، هيسأل طب هل التخيل هو الشيء الحقيقي او الحاجة الوحيدة اللي انا من خلالها اقدر اوسع فكري ولا في طرق تانية؟ زي ما قلت لك من النقط المهمة جدا ان انا ابدأ اقعد وسط ناس، يعني انا ما بدأت شغلي وانا كنت عليا ديون كتيرة جدا، بس اول حاجة عملتها الاستثمار اللي كان معايا قعدت بيه وسط ناس مالتي مليونيرز. ليه؟ علشان شوفي طريقة تفكيرهم، اشوف طريقة تفكيرهم وهما بيتكلموا في الفلوس الرقم، انا كنت بسمع الارقام بخاف بس بعد كده الرقم نفسه ما يخوفش، انت ممكن تلاقي حد وهو قايم بيدفع بعد العشاء بتاعه مبلغ كذا عادي جدا، انت تقول ايه ده يا نهار ابيض، بس هو مش هي دي القصه كلها، ان الرقم ده انا ما اعتدتش اسمعه فجسمي بيتهز ناحيته. لما بدات اقعد واسمع والكلام نفسه عن الفلوس والامثله اللي بيدوها، كل ده بقى بالنسبه لي نورمالايزد عادي، فبمجرد ما بتعتاد الحاجه، فمن الحاجات المهمه جدا اللي بننصح بيها عود نفسك على الأرقام، يعني قول الرقم وتخيل لو جالك هتتعامل بيه إزاي. يمكن كمان لما باجي أحدد هدف بحط رقم معين أو هدف معين بمبلغ معين علشان أعرف أوصله، هل ده برضو بيسهل عملية التخيل؟ التخيل قوته إن أنا أبقى عارفة إن الفلوس دي أي حاجة ملهاش لازمة أو ملهاش سبب، أنت هتلاقي نفسك بص فكرة الثراء نفسها مبنية على أكتر من حاجة، في ثراء ممكن شخص يجيله فلوس بس تاني يوم ما تلاقيش الفلوس دي في جيبه. فهي الثراء مش فلوس. ممكن تجي لك الفلوس وتعمل لها، او الشخص يبقى بيعمل سيفنج كتير قوي بس ما بيعرفش يعمل فلوس. في ناس ورثه بس ما بتعرفش تعمل فلوس. في ناس بتعمل فلوس بس ما بتعرفش تستثمر بالفلوس، يعني لو هو مش قاعد على البيزنس بتاعه مش هينجح. في ناس بتعمل فلوس بس ما بتعرفش تدي فلوس. الثراء يعني مش معنى ان شخص عنده مشكله معينة في الثراء يبقى عنده مشكلة كاملة، ففي مشاكل صرف، في مشاكل استثمار، في مشاكل شخص ما بيعرفش يعمل فلوس أيا كانت بقى، فالثراء فروعه كتير، فما أقدرش أقولك أن أنت لا هو التخيل، لا التخيل ده قاعدة أن أنا أشوف نفسي في حالة جديدة أو أتخيل أن أنا ممكن أبقى شخص مختلف عن اللي أنا فيه، لأن دايما الشخص لو أنا في المرحلة دي وأنا قلت لك أنا عندي ديون يا أيمن وبعد كده باخد قراراتي كلها من الديون ده، تفتكر هعمل ايه؟ هتدين اكتر؟ لا معلش اشرحي لي دي اكتر، يعني انا احساسي بالديون هيخليني اتدين اكتر، لان انا اوريدي بفكر بخوف في كل قراراتي، هتخليني بفكر ابيع حاجه، افكر اعمل مش عارفه ايه، ليه؟ لان انا مديونه، مش هفكر اخد خطوه لقدام. الشخص لما بيتخيل نفسه ان هو هيعرف يعمل حاجه قراراته كلها بتكون طالعه شخص انا واثق في ده، شايف نفسي فيها. هو ليه دايما الواحد خايف؟ يعني مثلا انا بحاول اسمع كلامك واطبقه على نفسي، فانا بفكر صحيح ما انا اتخيل ان انا هقدر اعمل ده، بس بيني وبين نفسي لا انا ممكن ما انجحش، فده غصب عني، ده احنا بشر وبيبقى ده موجود جوانا، فغصب عني ممكن احس الاحساس ده. طب اقضي على الاحساس ده ازاي او اقلله ازاي؟ الخوف شعور احنا بنصاحبه ما بنقللهوش، بنصاحبه. واللي يفكر يقلله هيتخض من اللي هيحصل له، لان الخوف مصدره الانا الايجو، فانت من جواك اللاوعي بتاعك شايف، يعني انت شايف لنفسك حاجه والايجو بتاعك بيقول لك لا يعني ارجع مكانك، كن انت ده منطقه الراحه بتاعتك، خليك كده بالظبط. فلما بيحصل الخوف بنحتاج ان احنا نتصاحب عليه، ان انا اسمعه مش ان هو احاول اسد الصوت بتاعه. لما اسمعه هخاف اكتر. لما هتسمعه هتفهم الكلام بتاعه ده لوجيك ولا مش لوجيك. فانا لما بتصاحب عليه ببدا اسمعه، يعني اوقات كتير ممكن تبقى بتخوفني مروه انت المشوار
اللي انت رايحاه عشان تقابلي ايمن ده ممكن يكون في حاجه. طب هو الكلام ده حقيقي؟ طب مش اما اسمعه تبتدي توزيني الامور بالعقل. بالظبط كده. فببدا اتصاحب عليه. اوقات ممكن الصوت ده يكون بيطلع لي حاجه حقيقيه اللي هي طالعه من الفطره بقى، اللي هو شعور كده جواك انا مش مرتاح لكذا. واوقات ممكن يكون الصوت حقيقي فبتبدا تتتبع الصوت ده، واوقات بتاخده وتسال نفسك طيب علشان ما اخافش كده ممكن اعمل ايه. فبتحط لنفسك خطوات، فبدل ما بترمي نفسك ليه، لان احنا كل واحد فينا له ساعه، ساعه من الطاقه وساعه من الوقت وساعه من الاستقبال. ففي ناس ممكن لو انا حطيت قدامه شنطه فلوس ممكن ينهار يخاف. لا بس انا عجبني يعني تعبير صاحب الخوف دي، ف يعني لان اي حد بيبقى الخوف بيخوفه، لكن انه يصاحبه دي يعني ويسمعه دي جديده، وبالتالي ده هيشجعه ان هو يواجه لانه خلاص ابتدى يفهم. طيب احنا برنامجنا يمكن بنحاول نساعد الناس يعملوا فلوس، وعشان كده احنا مسميين برنامجنا ازاي تعمل فلوس. عايز كده زي ما تقولي كبسوله او مختصر كده، ازاي الناس باستخدام الثراء المالي يقدروا يعملوا فلوس وازاي يبقوا اغنياء؟ اول حاجه في وجهه نظري هو ان الشخص يسمح لنفسه ان هو يطلع افكار ما يحبطهاش بكلمه طب ازاي. فاسمح لنفسك ان انت انا نفسي اعمل كذا، نفسي اعمل كذا، انا بحب كذا، انا بحب كذا. احنا كلنا عارفين ان احنا ما بنحبوش بس مش عارفين ان احنا بنحبه. فاسمح لنفسك ان انت تطلع انا بحب اقرا، انا بحب اعمل كذا، لان منها هتقدر تطلع فكره تعمل بيها فلوس. فدي من النقط المهمه جدا في وجهه نظري، ان انا يعني اتعرف على نفسك ليه، علشان ما تبداش غلط وتبقى بتقارن نفسك بايمن عمل كذا فانا هروح اعمل زيه وفلان عمل كل كذا. كل واحد ليه طريقته. بالظبط. فتعرف على نفسك، اسمح لنفسك بده. ما تروحش ورا الحاجه اللي هتجيب فلوس، روح ورا الحاجه اللي انت مقتنع بيها، لان انت لما هتقنع بيها الناس هتعرف تجيب فلوس. فدي يعني من النقط المهمه فعلاً جدا. نقطة مهمه جدا ان ما روحش ورا الفلوس. بالظبط. فركز ركز، لان في اول ما بتبدا على طول بتظهر مشتتات كتيره جدا، وده يقول لك ده بيجيب فلوس اسرع وده بيجيب اسهل وده بيعمل مش عارفه ايه. هيتشت. ركز ركز، وما تبداش بمليون حاجه، ابدا بحاجه وقرر حسن قرر حسن قرر حسن لحد ما الحاجه دي تتحط جنب اسمك تبقى انت معروف بيها. فالثراء المالي بيجي من ان انا ابقى محدده انا بعمل ايه، فوكسد عليه، وابدا وانا بتعامل الاحظ نفسي انا مشكلتي في اني حته في الفلوس. في ناس يعني من الحاجات اللي انا كنت عندي مشاكل فيها ان انا مش عارفه مصطلحات الفلوس، مش عارفه طب البورصه بيحصل فيها ايه ده. حضرتك اتفرجي على البرنامج انا بتفرج ده تعرف يعني حاجات كتير. اتقن اتقن اللغه دي، اتقن الحاجات، اتعلم. لو عندك مشكله صرف شوف الصرف مشكلته ايه، عندك مشكله استقبال فلوس لاحظ نفسك. عايز تحليل نفسي علشان يفهم. بالظبط. شخص محتاج يلاحظ نفسه، بس يلاحظ نفسه ما يشتتش نفسه باللي حواليه. يا دكتور انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا وعلى الكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه وعلى الاضافه الكبيره للبرنامج. بشكرك جدا يا دكتور. ميرسي ليك. شكرا. بعد الفاصل هنكمل حلقتنا مع ضيفنا الاستاذ هشام ربيع في فقره رحله نجاح. فاصل وهنستناكم. هشام ربيع حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الزقازيق، حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية. رائد أعمال ومؤسس وصاحب محلات هشام ربيع لتصفيف الشعر، رئيس مجلس إدارة شركة 3H للمولات التجارية والإدارية. ورجعنا لكم، بنرحب بيكم وبنرحب بضيفنا الأستاذ هشام ربيع. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ أيمن، ربنا يخليك. شرفتنا ونورتنا في برنامجنا. تسلم، ده شرف ليا والله ان انا معاكم النهارده ومع حضرتك ومع كل المجموعه الجميله ديت والبرنامج بتاعك الجميل ده. الله يخليك يا فندم، ده شرف ليا. ربنا يخليك. الفقره دي اسمها رحله نجاح، بنشرح فيها موضوع الحلقه وبنشوف ازاي الناس تنجح في موضوع الحلقه. موضوع الحلقه عباره عن فكر ازاي تبقى غني. حضرتك جاهز نبتدي؟ ازاي تبقى غني. تمام. بالظبط. تمام. هتجهز نبتدي؟ اتفضل. رحلة نجاح. طب
طبعا حضرتك رجل أعمال ونجحت في تأسيس شركة هشام ربيع للكوزماتيكس، وما شاء الله يعني يمكن مشروع حضرتك واضح لكل الناس وبتميزه. ده اللي خلانا يمكن محتاجين نسأل حضرتك، وحضرتك صغير كنت بتحلم بالحلم ده وانت صغير فعلا؟ والله أنا موضوع الحلم ده بالنسبة لي تقريبا من سن 15 سنة وأنا عايز أعمل حاجة. إيه هي؟ أنا ما كنتش مركز هعمل إيه، أو أنا عايز أكبر، عايز أبقى ناجح، عايز أكون أحس إن أنا قدام نفسي على الأقل وقدام الناس وقدام عيلتي وقدام صحابي وقدام كل الناس اللي تعرفني إن أنا راجل ناجح، راجل عندي طموح وبقدر أنفذ اللي أنا بحلم بيه. فموضوع المهنة بتاعت الصالونات دي كانت البداية في مشوار النجاح. إن قعدت أفكر هو أنا إزاي أطور من مهنة زي مهنة صالونات الحلاقة أو الكوافير. الكوافير بالنسبة لي كان المفروض يعني مهنة كانت مهضوم حقها كده شوية، مش واخدة حقها. أنا كنت شايف إن أنا أقدر أبتكر فيها وأعرف أكسب منها كويس وكمان أشغل ناس كتير. يعني هي مهنة صعبة جدا لأن فيها منافسة كبيرة جدا. دلوقتي حضرتك تقصد منافسة إمتى؟ يعني في عدد طول عمرها مهنة التصفيف الشعر في عدد كبير جدا من الناس. حضرتك يمكن عملت حاجة ما كانتش موجودة. تمام. فحضرتك دخلت المجال ده وعملت فيه نوع من أنواع المنافسة رغم أنك كنت مبتدئ لسه بتبتدي. مظبوط. أنا أقصد فعلا كان في ناس طبعا كتير بتشتغلها، ولكن أنا عايز أفكر إزاي أخرج بره النمط الطبيعي بتاع كل الناس، اللي هو أنا رايح أقص شعري فأنا متأذي وأنا رايح أقص شعري عشان أخلص بعد ما أقص شعري ولازم أروح البيت وأخد شاور لا، أنا عايز الموضوع يبقى خروجة، أنا عايز الموضوع يبقى مشوار مش تقيل على قلبي. دي فعلا دي حقيقة يعني الصالونات بتاع حاجة كده فعلا. والحمد لله ده اللي احنا قدرنا نحققه في الفترة اللي هي تقريبا يعني 20 سنة. حضرتك ابتديت من الصفر. لا هو مش من الصفر، هو من تحت الصفر بشوية. من تحت الصفر. في صفر وفي تحت الصفر بشوية. هو من تحت الصفر بشوية. هي المفروض ان هي مهنة والدي، بس كان والدي بيشتغل حريمي. تمام. وكان ده في الشرقية في الزقازيق، وكان حريمي ورجالتي. فكان المحل وما زال موجود تراث بقى. ما شاء الله. يعني عارف ده دي البداية. دي البداية. كان محل صغير، كان رجالي وحريمي. وطبعا عارف المحافظات غير القاهرة والمحافظات الكبيرة بيبقى عندنا الشغل كله مرتبط بالعريس والعروسة مش أكتر من كده. فبعد كده أنا اتنقلت للقاهرة، وده كان في فترة التجنيد بتاعة الخدمة العسكرية. وكان المكان ميت نصر، فطبعا بخلص الساعة 3 عايز أشتغل. أنا بحب الشغل بطبعي يعني مش عارف أقعد، فكنت بقى بستأذن الضباط اللي معايا أنا عايز أشتغل. طب تفضل يا شباب روح أشتغل. يعني حضرتك وأنت في الجيش كنت بتشتغل؟ بعد الساعة 3. بعد الساعة 3 ده معروف في الجيش بالمبيت أو حاجة زي كده يومي، يعني ليه مصطلح بس أنا مش فاكره دلوقتي. فبدأت أنزل أدور على شغل. طيب أنا ما عنديش مهنة، أنا ما بعرفش أشتغل الصالون، أنا ما بعرفش أشتغل بإيدي، ولكن أنا عندي فكر. كنت بشوف والدي بيشتغل في الحريمي وبيشتغل في الرجالي بس أنا ما علمنيش المهنة. حضرتك ما بتشتغلش بإيدي؟ لا ما بشتغلش. وعملت بإيدي. الصالونات دي ما شاء الله. والله أنا شايف إن أقدر أعمل أي حاجة لو أنا عندي طموح وإصرار وهقدر أنفذ ده أنفذه في أي مجال ما شاء الله بالإدارة. أنا من وجهة نظري الإدارة هي نجاح أي مشروع. والفكرة حضرتك بتفكر إنك تنجح وهتنجح. والحمد لله دلوقتي وصلنا لمستوى يعني أنا قولي وصلته لفين دلوقتي في هشام ربيع؟
الحمد لله دلوقتي عندنا 15 فرع هشام ربيع. الصالونات الرجالي، احنا التخصص رجالي، انا بحب التخصص. في الاول كنت حريمي وبعدين اتجهت للرجالي لان حسيت ان الراجل ما بياخدش حقه في الموضوع ده، زي الراجل مظلوم. مظلوم والله. فما بياخدش حقه في موضوع الرجالي، فمن هنا بدأت افكر في تطوير مهنة الرجالي. انما انا في الاول ابتديت ان انا انزل بعد الجيش علشان خاطر اشتغل في المحلات الموجودة اي شغل، انا عايز اشتغل خلاص. فبقيت اخبط على الناس، يا جماعة عايز اشتغل كاشير، اشتغل اي حاجة ريسبشن. حضرتك بتحب الشغل؟ بحب الشغل. تمام. فلما نزلت اشتغلت، كان في المهندسين في الفترة دي جيزة، بدأت انزل اشتغل في محل اثنين وثلاثة كاشير واستقبال. يعني ابتديت بكاشير؟ كاشير، كانت البداية كاشير، كنت في صالون وكنت شغال كاشير واستقبال، استقبل الناس، اوزع الادوار على الستاف. دي كانت بداية الشغل. بعد كده بدأت اتنقل. ليه بتنقل؟ علشان اشوف ثقافات مختلفة. اذا كان الراجل اللي انا شغال معاه ده راجل ناجح بشكل واسلوب وفكر معين، طيب انا عايز اشوف حد تاني ناجح برضو وشغال بفكر واسلوب تاني خالص. من هنا بدأت اتنقل عشان تكتسب خبرات مختلفة. خدت كل الخبرات دي بقى وحطيتها عندي، خلاص انا قررت ان انا ابدأ اعمل حاجة لنفسي. طيب. هو بداية النجاح قرار. حقيقي. طيب انا علشان اعمل ده كنت بدخر جزء من مرتبي، كان مرتبي في الفترة دي كان حوالي 500 جنيه في الشهر، تقريبا حوالي 500 جنيه في الشهر كنت بشيل منه جزء، وعندي فكر ان انا هعمل حاجة لنفسي. والحمد لله بدأت وعملت صالون صغير كده، دي البداية بقى ما شاء الله. يعني ابتديت بان انت اشتغلت وحوشت فلوس وبعد كده رحت تنفذ بقى. ما هو لازم الدخار طبعا. مهما كان يا أستاذ أيمن، المبلغ اللي أنا باخده كمرتب صغير أنا لازم أدخر منه، لازم، علشان جميل. أعرف أبدأ مشروعي الصغير. وكان مبلغ صغير يعني مش كبير. وفي الفترة دي بدأت أعمل فرع صغير خالص، وبدأت لما ربنا كرم شوية والدنيا مشيت شوية بدأت أسافر برا أجيب واقتبس أفكار من برا. ما شاء الله حضرتك بتفكر برا الصندوق خالص. طبعا. يعني مش بس الأفكار المحلية، لا أنت رحت برا تشوف إيه اللي بيجرى وتطبقه هنا. ما هو إحنا عندنا مشكلة في مصر، خلي بالك، هي إن دلوقتي لو في واحد فتح مشروع ونجح تلاقي كل الشباب عايزة تقلده، مش الشباب، كل مصر عايزة تقلده. دي حقيقة. دي حقيقة. مشكلة. يعني فتح مطعم مش كل الناس، مشروع بلاي ستيشن تلاقي كل الناس، مشروع بلياردو تلاقي. لا، أنا لازم أفكر بره، إيه الجديد، إيه التطوير اللي أنا هقدر أعمله أفيد بيه الناس وأنا استفاد بيه وأكون مميز كمان. فكنت بسافر بره تقريبا كل دول العالم، اخد من كل، اروح صالونات الحلاقه واشوف ايه اللي هم بيعملوه مش موجود عندنا وانزل بيه. يعني بتشوف كل ما هو جديد في العالم. في العالم، اي بلد ادخلها اشوف الصالونات فين، اقول لهم عايز اقص شعري. طب في صالون موجود هنا، اروح الصالون. يعني حضرتك مش بتروح تسال، ده انت بتروح تقص شعرك عشان تشوف الخدمه كمان. ما شاء الله. اقص شعري بدايه من الغسيل وقص الشعر وأبدأ أنا بقى بعناية أقتبس وأصور. يعني مثلا عندنا في الفروع في الكوفي كورنر اللي هو بتاخد فيه، دي حقيقة أنا بروح الفروع. ده شرف لينا. أشرف ليه. الضيافة، وأنا ليه أقدم شاي وقهوة. فكنت في النمسا في صالون عجبني فيه إن لقيت جوه الصالون كوفي، اقتبست الفكرة وجيت عملتها. وهي مميزة، مش كل الناس بتعمل كده في مصر. جيت عملتها، حضرتك بيقدم لك مينيو، فالناس تبدأ تسأل ايه ده، هو ده مينيو؟ طب امال فين السعر؟ لا دي ضيافة.
دي ضيافة المكان بتاعنا. فمن هنا بدأت بقى وتوسعت بقى بعد محل واحد بقى وكام محل ابتدوا يزيدوا بالتدريج. يعني الحمد لله دلوقتي هم 15 فرع دول داخل القاهرة وفي المنصورة واسكندرية قريبة إن شاء الله. يعني حضرتك عندك طموح كبير جدا، فكرت تطلع بره مصر؟ دلوقتي في الرياض، جدة، الخبر، يعني هيبقى فيه تقريبا حوالي 5 فروع وما لسه تحت الإنشاء، وإن شاء الله بإذن الله يعني على شهر مايو مثلا نكون بدأنا فيهم بإذن الله. أكيد حضرتك في رحلتك الطويلة في البزنس وفي إنشاء سلسلة المحلات بتاعت حضرتك قابلت كتير من التحديات، يا ترى إيه التحديات اللي حضرتك قابلتها وتعاملت معها إزاي؟ في مهنة الصالون، علشان دلوقتي إحنا بقى عندنا أكتر من بزنس الحمد لله، في مهنة الصالون بالذات كانت أكتر حاجة بتقابلني هي الستاف، العمالة، الأيدي العاملة. إزاي؟ مشكلة المهنة دي إن علشان تلاقي صنايعي شاطر يعمل لك اللي انت عايزه، للأسف مش موجود غير في الأماكن الشعبية. طيب الشعبية؟ يطلع منها الناس اللي هم فنيين شوية بيعرفوا، زي لعيب الكورة. هتلاقي لعيب الكورة يا في المحافظات يا إما في الأماكن الشعبية، اللي بيلعب الكورة الشراب ده. نفس المهنة عندنا، الشاطر ده هتلاقيه يا في المحافظات يا إما في الأماكن الشعبية. طيب إزاي أنا بتارجت فئة معينة، وليكن A كلاس A B، وبعدين أجيب صنايعي من منطقة شعبية يتعامل مع المستوى ده. فكنت هنا بقابل المشكلة. طب مهنيا هو شاطر هيعمل لك اللي انت عايزه، لكن ازاي تعامل وازاي تكلم وازاي. هنا بقى فكرت ان اجيب ناس. عندي الدكتور ممدوح عبد القادر ده، واخد دكتوراه في الاتيكيت، فن التعامل. ده معقوله جايب حد دكتوراه في الاتيكيت موجود بيعلم الناس؟ ما هو هيتعامل مع حضرتك ازاي؟ هو فجاه بيلاقي قاعد تحت ايده رجل اعمال، وزير، ذو منصب، فنان، لعيب كرة، هيتعامل معاه ازاي وهو ما عندوش الاسلوب اللي يتعامل بيه مع الناس؟ ده فكر عالي جدا يعني بصراحة، احييك عليه. والله فعلا، وده ريحني كتير بصراحة. فكان دكتور ممدوح الله يديله الصحة يا رب ويبارك له، راجل محترم وتعب معايا جدا، كان بيبدا يتعامل معاهم من اول ما العميل يخش، ازاي ترحب بيه وازاي تتكلم معاه وازاي تفهم هو عايز ايه، تسمعه اكتر ما بتتكلم. بدأت شغل ما تتكلمش خالص، تفهم قصة شعره ازاي، ايه نوع الكريم اللي يمشي مع نوع شعره. يعني شوف حضرتك فكرت في تفاصيل التفاصيل حقيقي. ما هي ادق التفاصيل هو سر النجاح، ده من وجهة نظري يعني. وبدأنا الناس دي بصراحة ما كانتش بتاخد وقت، لأن هم كانوا عايزين ينجحوا. والحمد لله دلوقتي يعني بقى عندنا أكتر من حوالي 800 موظف ما شاء الله في الفروع. أنا بقى بيفرحني إيه؟ أنا بفرح وبكون في سعادة رهيبة لما بحس إن أنا نجحت مع مجموعة من الناس. الناس دي دلوقتي بقت عايشة كويس قوي، مرتباتها كبيرة، بيجي لهم كمان دخل تاني اللي هو التيب، عايشين كويس، راكبين عربيات، عيشة كريمة، حاجة جميلة، حاجة جميلة، عيشة كريمة. والله العظيم يا أستاذ أيمن، ده إحساس السعادة وده نجاحي الحقيقي. الفلوس مسألة وقت، هي جاية يعني، هي ليها معاد طبعا، ولكن إحنا بنجتهد وبعد كده هي بتيجي في وقتها. إنما سعادتي الحقيقية بإني بشوف الناس دي، يعني مش عارف لو معانا صور هننزل صورة لكل الاستاف وهو معايا، أنا بعمل لهم على طول كل شهر ميتينج بيبقى في الأوتيلات، وبنبقى يوم ظريف وبنقضي مع بعض حاجة جميلة، علشان نبقى أسرة واحدة. يعني بص، الحالة النفسية مهمة جدا في الشغل، ويمكن حلقتنا النهاردة بنتكلم فيها على إزاي تفكر وتبقى غني
والحالة النفسية بيبقى لها تأثير في إن أي حد يعمل بيزنس. طبعاً الحالة النفسية طبعاً. أنا يعني هنتهز الفرصة وأسأل حضرتك. تفضل. يمكن مؤخراً سمعنا بعض الإشاعات عن وجود حالة انفصال بينك وبين الفنانة بوسي، فلو تسمح لي أسأل، هل الإشاعة دي حقيقية فعلاً ولا دي إشاعات ولا حقيقة ولا إيه؟ هو فعلاً تم الانفصال من حوالي أكتر من شهرين، بس طبعاً يعني السوشيال ميديا لما بتتكلم في الموضوع دوت بيبقى 10% بس من الموضوع حقيقي و90% مش حقيقي للأسف، علشان يبقى في نسبة مشاهدة عالية فلازم زي ما بيقولوا كده بيشطشطوا الموضوع، وده بيضايقني جدا لأن حضرتك ما تعرفش مدى المشكلة اللي بتقابلك نفسيا من الأخبار اللي بتقراها، لدرجة أن أنا ما بقتش أقرأ بقى خلاص ولا أفتح الفيسبوك وإنستجرام وزهقت. ما عشان كده يمكن بنسأل حضرتك، لأن احنا برضو بنشوف في السوشيال ميديا كلام كتير، فقلنا حضرتك أكتر حد ممكن يوضح الأمور. ده حقيقي، هو تم الانفصال من حوالي شهرين، ويعني ينفع أسأل حضرتك على السبب ولا السبب الانفصال؟ يعني دي يعني احتفظ بيها لنفسي. هي كانت صفحة بحلوها بمرها واتقفلت، موضوع منتهي، ولكن احنا ما زلنا اصحاب، ويعني احنا ما عندناش مشاكل مع بعض زي ما الناس كاتبة ان في مشاكل كتير جدا، ده مش موجود. تقريبا اخر مرة كان في بينا تليفون في نيو يير بعيد عليها وبطمن عليها دي حاجة جميلة والله، وكويس ان حضرتك وضحت ده. احنا ما عندناش اي مشاكل مع بعض، يعني انا بقول لحضرتك المشكلة ان السوشيال ميديا ادت للموضوع اكبر من حجمه، وهو ما فيش اي حاجة. احنا ممكن ما ننفعش زوجين، بس احنا ممكن ننفع اصحاب ما شاء الله. يعني موضوع بسيط وما فيش اي خلاف، ما فيش اي محاكم، وهم طالعين محاكم حاجة كتير قوي، انا مش عارف طالعين ايه بصراحه. لا بس كويس يعني ان حضرتك وضحت. ده ما فيش بينا اي مشاكل، وهي ست محترمه وبتشتغل وبتحب شغلها وبتحب الشغل، وانا كنت معجب جدا بان هي بتحب شغلها ما شاء الله، وصوتها جميل ما شاء الله. اكتر حاجه كانت عجباني ان هي بتهتم بشغلها. طيب انا هسال حضرتك، يعني بعيدا عن الامور الشخصيه نرجع تاني للبزنس، هل في منتجات او بعض الامور اللي ممكن حضرتك شايف انها تساعد الناس او تساعد الناس انها تعمل فلوس او حاجه زي كده؟ تمام. هو أنا شايف إن أنا لازم أستغل الأزمة، يعني أحولها لمجموعة مكاسب. يعني إيه؟ يعني مثلاً أول لما سعر العملة والدولار تحديداً ارتفع لسعر باستثناء سعر البنك أو السوق السوداء، موضوع بقى خزعبلي طبعاً. طيب أنا دلوقتي كل شغلي مبني على إن أنا أستورد الشامبو، الكونديشنر، الاويل، كل حاجة، ما عنديش حاجة بتتعمل في مصر، فأنا لازم أستورد. فورا أول ما الموضوع بدأ يبقى أزمة فكرت أكسب منه. هو دايما في الأزمات تصنع الثروات. مظبوط. يعني هي مش ثروة قوي، لأن أنا ما ببيعش. أنا بعمل المنتج ليا لشغلي، فعلى طول بدأت أصنع ورحت شفت مصانع. احنا عندنا مصانع في مصر بتعمل منتجات هايلة. دي عشان تحل الواردات، بدل ما تستوردها تاخدها من السوق المحلي. ما هو انا علشان استورد انا محتاج اوفر عملة صعبة طبعا، ومحتاج اخش في جمارك طيب لو انا اخدت ده من مصر، انا شغلت شباب، المصنع بقى عنده شغل كتير، والحمد لله ربنا أكرمنا بأن احنا تعاملنا مع ناس محترمة في المنطقة الصناعية في بني سويف، وفي المنطقة الصناعية في القاهرة الجديدة في مصانع للكوزماتيكس هايلة.
يعني أستاذ هشام أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي على الحوار الرائع. ربنا يخليك. أنا استمتعت بيه. ده أنا اللي استمتعت كبير جدا جدا. راجل محترم وشخصية جميلة. الله يخليك. والله وسمعتك سبقاك. وأنا بشكر حضرتك ربنا يخليك. جدا جدا. أنا اللي بشكرك. وبشكر كل الشباب الجمال دول. ربنا يخليك. متشكر. متشكر يا فندم جدا. إنك تبقى غني أو فقير أنت لازم تختار. فكر وقرر وبرمك عقلك وبلاش تحتار. في ناس بقت من الأغنية ده مجرد قرار. سيطر على عقلك وقويه وملاه بالأفكار، بس لازم تنفذ حتى لو هتبقى ضد الطيار، ولو تعبت لازم تكمل وتبقى واحد من الشطار. هنستناكم في برنامجنا إزاي تعمل فلوس. تحياتي ليكم أيمن ياسين.